بنروح لعناوين النهار من 50 سنة مثل اليوم. روجرز متهما الإسرائيليين، السادات كشف أوراقه وليس لديكم إلى الآن موقف واضح. منتابع ذكرى المولد النبوي في دار الفتوى بيت الطائفة الشيعية. خالد وأبو شقرة والصدر يدعون لمواجهة الفوضى الخلفية. اقتراح مؤتمر لمفكري لبنان يعالج إبعاد المشكلة. الزهرة الرمادية نزلت إلى بيروت، هون الضباب طبعا وسوء الرؤية. أبو حمد لن يثير قضايا لبنانية في جولته الأوروبية، محادثات الوزير في الفاتيكان تنصب على مصير القدس، وفي روما وباريس تتركز على التسوية السلمية. أفرج المستوردون عن الزبدة للاستهلاك والتصدير بعدما اطمأنوا إلى ارتفاع الأسعار. هل علمت وزارة الاقتصاد بالاحتكار والتهريب؟ الليطاني تجاوزات ولا مبالاة وخرق فاضح للقوانين والدراسات. الأردن يدخل عصر محطات الأقمار الصناعية، محطة البقعة أرخص 3% من العربانية. وهيئة إدارة المصارف تتذرع بالسرية المصرفية لرفض تسليم المدعي العام تقريرا عن أوضاع المصارف. قصة من زمان وجاي. هون منروح للكاريكاتير، خلاصة الرحلة: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. يغادر روجرز القدس اليوم إلى روما.